قابلنا كمان الفنان محمد صلاح آدم، واللي كلمنا عن دعم دكتور أشرف زكي الكبير للمهرجان. تعالوا نشوف قال لنا إيه كمان. أنا فرحان جداً 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 بالحدث ده. أنا عضو نقابة المهن التمثيلية وفخور وليا الشرف أن يبقى إحنا عندنا مهرجان بالقوة دي وبكل الطاقة الإبداعية دي. شكراً دكتور أشرف زكي اللي لولاه بصراحة يعني بعد ربنا ما كانش بقى في المهرجان ده بال 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 بالكبر ده وبالقوة دي. هو داعم كبير للمهرجان طول الوقت، بيحاول وبيفكر في أفكار جديدة جداً علشان يكبر المهرجان. شكرا يا دكتور أشرف. المهرجان بتاعنا هو مهرجان نقابة المهن التمثيلية. حلو. احنا السنة دي او هم إدارة المهرجان يعني اقروا انهم ممكن يشارك طلبة المعهد كمان والكليات المتخصصة في المسرح جوه المهرجان، وده حاجة حلوة جدا. تقدم لنا 80 عرض تقريبا، احنا اخدنا منهم 25. طبعا كان نفسنا ناخد 80 كلهم، انت فاهمني، لكن 25 ما بين استعراضي، ما بين كوميدي، ما بين تراجيدي، ما بين كل الحاجات، وكلهم ناس موهوبة جدا وكلهم طاقة وحيوية، فحاجة حلوة قوي. المهرجان ده هو مهرجان متخصص جدا لناس متخصصة جدا، ده منفذ كويس جدا جدا جدا. المهرجان تنافس شريف والناس بقى تيجي تشوف يعني مخرجين ومنتجين وصحاب الصناعة يجوا يشوفوا بجد الموهوبين مش اللي عندهم فولورز.